عبد الحليم والنفسنة الفنية. أهلا بكم في القصة وما فيها. عبد الحليم حافظ اللي كنا دايما بنشوف المغني الكيوت الرومانسي اللي يا عيني بهدله اليتم والمرض، كان بيتحول لإنسان في منتهى القسوة والشراسة لو حد فكر بس انه يقرب من مكانته الفنية، اللي حارب عشانها في كل اتجاه علشان يبقى متربع على عرش الأغنية الرومانسية والوطنية وحتى الشعبية. وكان مشهور عنه قوي غيرته الفنية الشديدة، ودايما عايز يبقى نمبر 1 لدرجة انه كان ممكن يخسر صحابه عادي، واذا لازم الامر يستخدم نفوذه وسلطاته، المهم محدش يعديه. في الحلقة دي هنعرف شوية كده من خناقات عبد الحليم مع الفنانين، فعملوا لايك بسرعة عشان في مفاجأة في آخر الحلقة. بعد ثورة 23 يوليو الجيش كان بيعمل حفلة كل سنة عشان يحتفلوا بالمناسبة العظيمة دي، وكان بيحيي الحفلة كل مطربين مصر، وفي الآخر بيطلع حليم يغني وبتختم الحفلة طبعا الست أم كلثوم، والحفلة كان بيحضرها ناصر والشلة كلها. سنة 64 بقى أم كلثوم قررت تغني الوصلتين بتوعها قبل عبد الحليم، وطلعت على المسرح ونسيت نفسها خالص، هي كانت قصدة الصراحة، وفضلت تغني وتغني لحد الساعة 2:30 بالليل، وعبد الحليم قاعد جوه شايط وهيموت، أصله كان راح للست قبل ما تطلع وتحايل عليها إنه يغني بين الوصلتين، وقال لها يا ست أنا لو طلعت بعدك الناس هتكون مشيت ومحدش هيسمعني، لكن على مين؟ ده الست كانت دماغها ناشفة ولا حد يقدر عليها، وقالت له لأ يعني لأ أنا تعبانة وعايزة أروح أنام. طلع عبد الحليم على المسرح وهو متغاظ على اخره، وراح قايل شرف ان الواحد يغني بعد ام كلثوم، بس انا مش عارف ده شرف ولا مقلب ان اطلع متاخر كده، ولا يمكن عشان اعرف الناس بتحبني قد ايه. وطبعا الناس قعدت تسقف وتصفر وتقول له بنحبك يا حليم ومعاك للصبح. طبعا العصفوره طارت جري على ام كلثوم وقال لها كل اللي حصل، واللي زود الموضوع قوي بقى ان عبد الوهاب قال لها لما عبد الحليم يحب يهزر يهزر مع العيال اللي من سنه، لكن ما يجيبش سيرتك، انا بس جاي اهدي النفوس. مع ان اللي حصل ده كان مقلب فعلا ومعمول في حليم، قرصت ودن كده من الست الحلم، اصله كان قال ان اغنيتها لا يا حبيبي مش قد كده يعني. فطبعا ام كلثوم قادت نار وقالت لعبد الوهاب الواد تلميذك ده فاكر نفسه ايه؟ هيعمل علينا استاذ ولا ايه؟ لا ده يفوق بقى ويعرف قيمته وما يتعداش حدوده، وانا هعلمه الادب. عبد الوهاب قال لعبد الحليم انت اتجننت يا حليم، حد يقف قدام ام كلثوم دي تدمرك يا ابني. ام كلثوم بقى بعد وقعه حفله 64 سكتت خالص ولا كان حصل حاجة. وجت سنة 65 وشمس بدران بيوريها بروجرام الحفلة، قالت له هات قلمك يا شمس، وراحت شطبة على اسم عبد الحليم وقالت له مفيش حد هيغني بعد. شمس بدران قال يا لهوي، وراح طالع جري على المشير عامر وقال له الحق. عامر قال له سيبك منها، احنا نخلي عبد الحليم وفرقته يستنوا في مسرح البالون لحد ما هي تخلص، وانا هقول لعبد الناصر يستنى حليم. بس على مين؟ العصفورة قالت لسومة ان فرقة حليم مستنية في مسرح البالون كده. طيب، وراحت بعت لشمس بدران في قلب الحفلة وقالت له عرف الرئيس اني هغني وصلة تالتة النهاردة، وراحت بعت السواق لبليغ حمدي في بيته عشان يجيب لها نوتة اغنيتها الجديدة بعيد عنك. عبده صالح قائد فرقتها قال لها ايه يا ست، ده احنا ما عملناش بروفات عليها غير 4 مرات بس. قالت له اعتبرها الخمسة. وبعد ما غنت وطبعا الاغنية طلعت وحشة قوي، خلت فرقتها تعزف السلام الجمهوري اللي هو الحفلة خلصت، يلا بيتك بيتك يا عم الحاج. وفعلا مشي ناصر، وهوب عبد الحليم وقع مغمى عليه وجاله نزيف. عبد الحكيم يا عيني صعب عليه الغلبان حليم، وراح له قال له ما تزعلش يا حليم، هنعمل لك حفله تانية في اسكندريه يوم 26 تغني فيها لوحدك. وتراضى عبد الحليم، بس الخلاف بينه وبين ام كلثوم ما انتهاش، واتدخل ناس كتير عشان يصلحوهم، وعبد الحليم نفسه ساق عليها طوب الارض، بس هي راسها والف سيف ابدا ما صلحوش، وقعدوا يجي 5 سنين متخاصمين لحد ما في حفله دخل حليم على ام كلثوم وراح بايس ايديها وقال لها ما حدش يقدر يغني بعدك يا ست. قالت له روح غني يا واد وبلاش بكش، وخلص الحوار بينهم اخيرا. لكن خناقات عبد الحليم ما انتهتش. سنة 57 نزل فيلم الوسادة الخالية بتاع عبد الحليم ولبنى عبد العزيز، والفيلم ايه كسر الدنيا هو والاغاني اللي فيه، وكانت كلها اغاني عبد الحليم الا اغنية واحدة يتيمة غنتها فايزة احمد اسمر يا سمراني، والاغنية ايه ما اقولكوش ضربت. عبد الحليم قال ودي تيجي الفيلم فيلمي يبقى الاغنية اغنيتي، وراح مسجل الاغنية بصوته ومنزلها على اسطوانات. فايزة بقى اتغاظت قوي وقعدت تفكر تنتقم ازاي، وراحت عاملة اغنية هاتولي
بابور الحريقه كانت بتتريق فيها على اغنيه قولولي الحقيقه بتاعت عبد الحليم، وبنفس اللحن كمان. هزقته خالص الصراحه في الاغنيه دي، وراح عبد الحليم مقموص خالص بقى وحلف ما تجمعه حفله مع فايزه ابدا لحد اخر يوم في عمره. ما يتعس بقى حلم. لا، سنه 62 غنت نجات اغنيتها الجميله لا تكذبي، والاغنيه كانت مكسره الدنيا، وخاصه بعد ما الصحفيين قالوا ان لا تكذبي بتحكي قصه حب كامل الشناوي النجات. عبد الحليم بقى كان عنده حته غيره فنيه صغننه كده، ولما لقى الاغنيه ضربت راح هوب مغنيها في حفله من حفلاته. الله، ايه يا عم حلم، الاغنيه بتاعت نجات الصغيره يا راجل، ما يصحش كده. ونجات بقى زعلت جدا وقالت لك عبد الحليم كده بيركب الترند وسرق مني اغنيتي. اللي يضحك ان الفرقه المسيه كانت بتروح تعمل بروفات مع نجات علشان هتغني الاغنيه في حفله في يونيو، ويطلعوا على عبد الحليم يعملوا معاه بروفات على نفس الاغنيه علشان هيغنيها في يوليو، وفضلوا متخاصمين في صمت، مع ان نجات دي كانت اخت الحب يعني سعاد حسني وكده. بس في النهايه الاغنيه ما كانتش حلوه غير من نجات. اما بقى الخناقه الكبيره فكانت مع فريد الأطرش. اصل فريد كان متعود يغني كل سنه في حفله الربيع، وبقاله 25 سنه على كده، لحد ما في سنه 66 عمل زي فنانين كتير وسافر على لبنان. ما انا فهمتكم بقى في حلقه اسماعيل ياسين، كانوا بيهربوا من قرارات التامين والضغوط اللي كانت على الفنانين، فعبد الحليم بقى يغني هو في حفله الربيع وخلاص بقت بتاعته، لحد ما رجع فريد سنه 70 وقال لك لا، حفله شم النسيم دي بتاعتي. فحليم قال له لا يا عم، انا بغنيها بقالي 5 سنين والاتنين راسهم والف سيف لا يغنوا في الربيع. والصحافه بقى انتوا عارفين بتحب تشعللها، واتقسمت الدنيا ما بين حليم وفريد، وكانت المشكله الكبيره مين فيهم اللي حفلته هتتذاع على الهوا. فجلال معوض عشان يلم الموضوع قال خلاص الحفلتين يتصوروا ويتذاعوا متسجلين. بس عبد الحليم كان تقيل ومسيطر جامد، وقدر يضغط عليهم علشان يذيعوا حفلته هوا في التلفزيون. قبل الحفله دي بقى بكام يوم عبد الناصر قابل عبد الحليم في فرح بنت عبد اللطيف بغدادي، وقال له مزعل فريد ليه يا حليم؟ ولسه حليم بيقول له اصل فريد يا ريس، راح ناصر قال له الاستاذ فريد. عبد الحليم اتصدم، الله ده انا بتاع الثوره. وراح عبد الناصر مديله الصدمه اللي بعدها وقال له انا امرت ان التلفزيون يذيع هوا الفريد وانت تتسجل وتتذاع تاني يوم. لسه التقيل جاي. عبد الناصر بقى في الحفله دي ادى فريد قلاده النيل كمان. يا لهوتي، الموضوع قد نار. وفضلوا بقى على الحال ده لحد ما المذيع اللبناني عادل مالك جمعهم في برنامج سجل مفتوح علشان يصالحهم، وقعدوا بقى يطبلوا لبعض، وحليم يقول ده فريد ده استاذي، وفريد يقول ده حليم ده حبيبي، وقاموا حاضنين بعض واتصالحوا. فكركم مشاكل حليم خلصت؟ ابدا، ده حواراته مع رشدي كانت مولعه الدنيا. محمد رشدي جه من دسوق في الستينيات، والشهاده لله حقق نجاح كبير جدا، اثر فعلا على شعبيه عبد الحليم، وخصوصا لما اتبناه الابنودي وبليغ. ما هو اصل بليغ كان متخانق مع عبد الحليم، ونزلت اغنيه وهيبه وكسرت الدنيا وفرقع نجم رشدي في السماء. عبد الحليم بقى بدا يقلق من الصاروخ اللي طاير ده، وراح خطف الابنودي. ايوه والله خطفه بجد، وقال له انا عايزك تعمل لي اغنيه شعبيه، بس انا مش هغني زي صاحبك في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير. مع ان حليم مسك الهوا قبل كده، وعمل له الابنودي التوبه ولحنها له بليغ، والاغنيه كسرت الدنيا ورجعت حليم للقمه من تاني. بس حليم لسه ما شالش رشدي من دماغه. وفي الوقت اللي رشدي كان عنده حفله اضواء المدينه في المحله، راح عبد الحليم مسفر الابنودي وبليغ على لبنان عشان ما يعملوش لرشدي اغنيه جديده يغنيها في الحفله، لدرجه ان رشدي فعلا كان هيعتذر عن الحفله دي. بس محمد جلال قال له ولا يهمك، في ملحن جديد اسمه حلمي بكر مع لحنين حلوين عرباوي وحسن المغنوات، ودول بقى ما اقولكوش ضربوا في السما. يا ريتك ما سفرتهم يا حليم، وده غير قصص كتير ما بينهم عايزه لها حلقه لوحدها. ومع كل ده لما مات حليم سنه 77 بكى عليه رشدي بحرقه وقال كبرنا مات. قبل ما يموت عبد الحليم كده بكام سنه ظهر هاني شاكر اللي قدمه محمد الموجي سنه 72، وقدر هاني يخطف قلوب الناس، والصحافه ما صدقت بقى وقعدوا يولعوها نار ويقولوا ده خليفه عبد الحليم، واللي يقول ده نسخه منه، ونبيله عصمت كتب ان عبد الحليم هيروح ياخد الزماره من حنجره هاني شاكر. واللي زود الحوار بقى ان اغلب الفنانين اعجبوا بهاني وكانوا بيدعموه، وام كلثوم قالت لخالد الامير يلحن له، وقالت لشاديه كمان ابقي خديه معاكي في حفلاتك، وعبد الوهاب خلى محمد سلطان يلحن له برضه. والحق يتقال موهوب ويستاهل، بس الموضوع ده خلى عبد الحليم يولع نار، وهو ما كانش بيحب حد ينافسه اساسا، وشاف ان هاني شاكر ما ينفعش يتحط في مقارنه معاه اصلا، وراح جايب مغني اسمه عماد وسماه عماد عبد الحليم علشان ينافس هو هاني شاكر. فهاني بقى قال عبد الحليم بيحاربني، بس عبد الحليم ما سكتش ورد عليه في برنامج في سوريا وقال احاربهم ازاي، انا لما ظهرت كان في عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزي، وعمري ما قلت انهم بيحاربوني، وكفايه انه يتقال انه نسخه من
عبد الحليم، وده مش كويس في حقه. بس بقى يا حليم، ده بقى النقيب يا راجل، ده كفايه بس اغنيه نسيانك صعبه اكيد. لكن عبد الحليم قبل ما يسافر لندن في سفريته الاخيره، وكانه كان قلبه حاسس انه مش هيرجع تاني، اخد وجدي الحكيم وراحوا يسمعوا هاني شاكر. وعبد الحليم قال للهاني: انا راجل عيان والمستقبل بتاعك. وبعد وفاه عبد الحليم غنى هاني شاكر اغنيه من غير ليه اللي كان بيعملها عبد الوهاب لحليم. وقبل ما اختم الحلقه معلومه كده على الماشي، سنه 76 طلعت اشاعه ان ورده حاولت تبوظ حفله قارئه الفنجان لحليم، وبعتت له ناس تصفر وتزعق عشان ما يعرفش يغني وبتاع. لكن اللي عمل كده مش ورده، ده صفوت الشريف. قولوا لي في الكومنت خناقات تانيه لعبد الحليم مع الفنانين، والكل قصه حكايه وانا هقول لكم على اللي فيها. لو عايزين تشوفوا الصوره كامله تابعوني على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام، ولو عايزيننا نكبر اكتر ونوصل لاكبر عدد من الناس اعملوا شير ولايك للحلقه دي. اما لو انت على اليوتيوب يبقى اشترك في القناه وفعل الجرس. كنت معاكم ريهام عياد.